جدي كان مسؤول عن المحمل القديم اللي 23 24 25 26 وكان هو تحت ايده 10 افراد بيشتغلوا في الكسوة الشريفة. وتعاقبت الحكاية ديت، ويكفي ان احنا نقول لك لينا الشرف ان الكسوة تخرج من تحت ايدينا 3 سنين او 4 سنين ورا بعض كمان. والدي اتعلمها منه وانا خدتها من والدي، وبحاول دلوقتي ان انا انقلها كمان لاولادي، وزي ما اتعلمها والدي من جدي بحاول يعني نقلتها بحذافيرها. الحمد لله رب العالمين، وادينا بنكمل المشوار لحد وقتنا هذا. الكرتون الاول بنثبته بالخيط، بعد كده بنحط الحشو فوق الكرتون وبنشتغل عليه برضو بالخيط بحيث ان احنا لنفس يعني نثبته تثبيت كويس. اخر حاجه بقى المرحله اللي هي مرحله السلك او مرحله القصب، يعني في بدل ممكن برضو بدل السلك بيبقى في مثلا قصب زي الحاجات اللي معايا كده او اللي ورايا، عشان خاطر برضو ما يبقاش التكلفه برضو جامده على العميل. وطبعا هي عمليه مرهقه، يعني حكايه السلك كمان حكايه مرهقه، او انك تشتغل بسلك نحاس في ايدك دي صعبه شويه.